شأن آخر، اتهام 4 أمريكيين في البحرين بالاشتراك في تجمهر غير مشروع، ثم قامت السلطات البحرينية الأمنية بإطلاق سراح هؤلاء لمعرفة مصيرهم وما حدث في البحرين. ينضم إلينا عبر الهاتف من المنامة عيسى عبد الرحمن الحمادي، وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين. معالي الوزير، بداية نريد معرفة ما إذا كان هؤلاء الأربعة قد غادروا الأراضي البحرينية. الأربعة غادروا الأراضي البحرينية يوم أمس بعد أن اتخذت النيابة العامة القرار بإخلاء سبيلهم بعد استكمال أو على ذمة استكمال التحقيقات في القضية والموضوع المتعلق بما قاموا به. طبعا يعني خلفية الموضوع بكل بساطة أنهم قدموا معلومات خاطئة إلى السلطات البحرينية عند دخولهم، وتواجدوا في مكان في تجمهر غير مشروع، وأيضا يعني لم يظهروا هويتهم كصحفيين أو كإعلاميين. حتى عندما قبض عليهم يعني كان أحدهم ملثم، ونحن نعلم أن من أسس المهنية الإعلامية والأسس الصحيحة أن الإعلامي يبرز هويته، لأنه هو يحق للحصول على الحماية اللازمة من قبل السلطات ومن قبل الجميع، ولكن هم كانوا يعني ليس في الوضع الصحيح في هذا الخصوص. تماما معالي الوزير، يعني هذه تهم دامغة تفضي بهم إلى السجن وليس إلى حد إطلاق سراحهم ومغادرتهم البلاد كما هو معلوم في القانون. لا، السؤال هنا، هل تعرضت المنامة لأي ضغوط أمريكية لإطلاق سراح هؤلاء وترحيلهم؟ على العكس تماما، يعني السفير الأمريكي في نفس اليوم صادف أنه قابل المسؤولين مملكة البحرين على أساس اجتماعات دورية، ولم يتطرق حتى السفير الأمريكي في اجتماعاته إلى هذا الموضوع بتاتا مع السلطات البحرينية. كل ما تم إجراءه هو إجراء قانوني من قبل الأجهزة الأمنية بتوجيه الأسئلة لهم، ومن ثم التحقيق معهم بالنيابة العامة. القاضي التحقيق طبعا أخلى سبيلهم على اعتبار أو وكيل النيابة بالتحديد على اعتبار أن التحقيق سيستكمل، ولكنهم قرروا تلقى مغادرة كأربعة يعني، وغادروا مملكة البحرين يوم أمس عصرا. طيب، مع استكمال التحقيقات فيما لو تم توجيه فعلا تهم وإدانة هؤلاء الأربعة، هل سيعودون إلى المنامة لمواجهة هذه التهم والأحكام التي قد تصدر من المحكمة؟ الآن من الصعب التكهن بنتيجة التحقيق بالنيابة العامة هل ستوجه لهم تهم أو لا، على أساس أن أنا لست مطلع على حيثيات التحقيق داخل أروقة النيابة العامة. ولكن ما أستطيع قوله أنهما يعني خلال نفس الفترة كان هناك أكثر من 3 صحفي دولي متواجد في البحرين، وفق الإجراءات المعتادة البحرين أبوابها مفتوحة للجميع، من أراد أن يزور البحرين ويمارس عمل المهني الصحفي فأجواءنا وأبوابنا مفتوحة. ولكن هناك إجراءات مثل أي بلد آخر بالعالم، من الصعب أن أتحدث عن نتيجة استكمال التحقيق بالنيابة العامة لأنني لست مطلع على الحيثيات أو لست بموقع للكلام نيابة عن النيابة العامة، اللي هي طبعا جزء من السلطة القضائية المنفصلة تماما عن الجهاز الحكومي. طيب، هل ستقوم المنامة الآن بفرض شروط جديدة على الصحفيين إذا أرادوا الدخول البحرين باشتراط الحصول على فيزا مسبقة وليس على الحدود عند دخولهم؟ طبعا بالتأكيد لا، نحن يعني لن نغير إجراءاتنا بسبب حادثة عابرة من قبل أشخاص ارتأوا مخالفة القانون. إجراءاتنا ثابتة ويعني راسخة منذ سنوات، سنستمر على نفس المنوال، وعلى العكس من ذلك نحن نتطلع إلى مزيد من التعاون مع الجميع، وأكرر الدعوة للبي بي سي للتواجد في البحرين إن شاء الله قريبا. إن شاء الله. من المنامة معالي عيسى عبد الرحمن الحمادي، وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين، شكرا جزيلا لك.